ابتدينا زي ما ابتدينا مباراة الأهلي والزمالك، فايلر والجهاز الفني ابتدى يدرس نادي الزمالك بالفيديو ويشوف أشرطة فيديو عشان يقدر يتعامل مع الزمالك في المباراة الهامة جدا لنادي الزمالك. وبالمناسبة طبعا بنبارك لنادي الزمالك انه فاز امبارح بكأس السوبر الإفريقي، فريق مصري بنبارك له. هل هذا الفوز اللي عمله نادي الزمالك هل هيضع ضغوط على النادي الأهلي؟ لا أعتقد، لا أعتقد. هذه بطولة وهذه بطولة، واللي احنا شايفينه من مسألة التدوير ومسألة الاحترافية اللي بيعملها الجهاز الفني للنادي الأهلي، لن يكون هناك ضغوط بأي شكل من الأشكال على اللاعبين. يعني هتشوفوا النادي الأهلي نازل فايق وشكل متميز في مباراة السوبر إن شاء رب العالمين في الإمارات، اللي تذاكرها للنادي الأهلي انتهت بالمناسبة، جماهير النادي الأهلي انتهت بالمناسبة بعد طرحها مباشرة. النهاردة حصل برضو تقسيمة وفقرة عرضيات في مران الأهلي للعيبة اللي ما شاركتش في المباراة زي ما قلت لكم. وعشان نعرف أكتر اللي حصل جوه التدريب معانا زميلنا محمد توفيق مراسل النادي الأهلي. ازيك يا أستاذ محمد؟ محمد ازي حضرتك، منور الدنيا والحمد لله على السلامه، وبرحب بحضرتك وبمشاهدينك الكرام وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اشكرك، قول لي بقى ايه اللي حصل النهارده في التدريب والتفاصيل واللي انت شفته وكل التفاصيل، عايش جمهورك في الحدث. بدون راحه بدا النادي الاهلي بالفعل الاستعداد لمباراه الزمالك في السوبر ان شاء الله المقرره اقامتها يوم الخميس المقبل في ابو ظبي. التمرين ابتدى في تمام الساعه 3، ابتدى التمرين توقيت كابتن محمود الخطيب اللي حرص على الدخول لغرف الملابس واللقاء باللاعبين لتحفيزهم والوقوف بجانبهم قبل مباراه هامه زي مباراه الزمالك في كاس السوبر ان شاء الله. في نفس الوقت قبل التمرين حصل اجتماع بين مستر فايلر مدير فني النادي الاهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي لترتيب الامور الاداريه. كابتن سيد ان شاء الله وكابتن سمير عدلي هيشبهوا البعثه على الامارات ان شاء الله بكره، هيبقى في تنسيق كامل للاطمئنان على كافه الجوانب الاداريه من اقامه، معيشه، انتقالات، ملاعب تدريب، بحيث ان الفريق يكون مركز في الامور الفنيه وبس في الملعب وتحقيق هدفه بالفوز بالمباراه والفوز بالبطوله. التمرين بدا زي ما قلت لحضرتك الساعه 3، يمكن كل اللاعبين شاركوا في التمرين باستثناء كابتن احمد فتحي اللي اكتفى بالتمرين في الجيم، باستثناء كده كل اللاعبين ادوا تمرينهم بشكل عادي. التدريب كان خفيف طبعا نظرا ان كان لسه مباراه يعني خلصانه بساعه متاخره من مساء امس امام النادي المصري والفوز 3-0. المدير الفني اكتفى ان التدريب كان ساعه بس للاعبين اللي شاركوا في المباراه بعد التمرينات الخفيفه بالكوره وفك عضلات استجمام واستعاده الاستشفاء للاعبين اللي شاركوا في المباراه. بقيه اللاعبين يمكن كملوا التمرين وحصل تقسيمه، يمكن التقسيمه اهم حاجه شهدتها ان مشاركه رمضان صبحي بعد غياب فتره طويله جدا للاصابه كان موجود رمضان وشارك في التقسيمه بشكل كامل، ويمكن تعلق فيها كان بيلعب زي ما بنقول بالراحه، لسه برده ما رجعش من الاصابه بشكل قوي، لسه في خوف من الاصابه وتجددها، لكن الحمد لله اطمنا عليها بمباراه مهمه زي مباراه نادي الزمالك. ورمضان ان شاء الله يكون موجود مع الفريق اللي مسافر الامارات باذن الله. احمد فتحي زي ما قلت لحضرتك برده اكتفى التمرين في الجيم، محمد الشناوي اكتفى بس بالجري حوالين الملعب. يمكن اخر فقره في التمرين خالص شهدت برده اللاعبين اللي كانوا موجودين في التقسيمه اتمرنوا على ضربات الجزاء، لان احنا عارفين ان مباراه السوبر في حاله انتهائها بالتعادل ان شاء الله يكون في لجوء ضربات جزاء، وان شاء الله النادي الاهلي ما يحتاجش لجوء ضربات الجزاء ويخلص المباراه ان شاء الله في الملعب في 90 دقيقه باذن الله. ان شاء الله. ارجع لرمضان صبحي، انت قلت لي جمله في الاول انه كويس وشارك في التمرين كلها، لكن قلت لي ان فيه يعني ما شاركش بنفس القوه، عايز اعرف النقطه دي تحديدا. زي ما انت عارف يمكن الاصابات العضليه كمان بتبقى عامله شويه خوف عند اللعيبه. فهو رجع طبعا اكيد الجهاز الفني والجهاز الطبي مش هيسمح له بالنزول للتقسيمه او للتمرين غير لما يكون متعافي بشكل 100%. صحيح. بس الكلام ان هو كبدايه نزوله فتره كبيره برضه زي ما بنقول اللعيب بيبقى خايف فبيلعب يعني زي ما بنقول على الواقف مثلا. لكن هو الحمد لله طبيا سليم 100%. الجهاز الفني يمكن زي ما كانش فيه استعجال الحمد لله، يمكن رمضان الفتره اللي فاتت كان الفرقه محتاجاه ومع ذلك ما تمش الاستعجال عليه، بحيث ان هو يبقى بدنيا قادر واقف على رجليه، صحيا قادر واقف على رجليه، وان شاء الله يكون موجود مع زملائه، وان شاء الله يكون مجهود الفرقه كله يكلل ان شاء الله بالفوز بالمباراه والحصول على بطوله السوبر. بدا الحديث عن مباراه السوبر يوم الخميس، ايه اللي استشفيته من لقاءاتك او مقابلتك للعيبه حول هذه المباراه المهمه؟
يمكن زي ما قلت لك الفريق كان مخلص مباراه المصري الساعه متاخره امبارح، فيمكن اللاعبين برده راجعين مجهدين من اسكندريه، المباراه كانت خارج القاهره. اللاعبين مركزين خلاص، بدا زي ما قلنا الاستعداد. يمكن مستر فايلر كمان ما اداش اجازات، اصر ان يدخل اللعيبه بدري بدري في الماتش وفي اجواء الماتش، ما اداش اجازه النهارده. اللعيبه مركزه جدا، حضرتك عارف طبعا مباراه الزمالك يعني مباراه الكلاسيكو العرب بشكل عام، مش مصر بس، بطوله كمان. يعني المباراه مش بثلاث نقط، لا دي مباراه على بطوله، بطوله السوبر. النادي الاهلي طبعا جماهيره دايما مستنيه منه اي بطوله بيخشها انه يبقى هو صاحبها، فاللعيبه في حاله تركيز تام. يمكن بس النهارده ان شاء الله كانت التمرين على طول، بحيث ان اللعيبه تخش في الاجواء. بكره فيها اجازه برضو، ده حاجه معلومه مهمه ان بكره فيها اجازه، وبعد كده الفريق ان شاء الله هيسافر للامارات يوم. هو ده اللي عايزك تقوله لي، جدول الفريق من هنا لغايه السفر، وما بعد السفر انت وفرت لديك معلومات. المعلومة المتوفرة كده ان شاء الله بكرة اجازة من التمرين، يوم الاثنين السفر. زي ما قلت لحضرتك كابتن سالم حفيظ وكابتن سمير عدلي هيصدقوا الفريق على هناك للترتيبات، واعتقد ان الاجتماع اللي كان بين الجهاز الاداري بكابتن سيد وكابتن سمير عدلي مع مستر فايلر كان لوضع البرنامج اللي هيتم تنفيذه بالامارات. واعتقد زي ما بنقول كده يعني، ومن التعامل مع مستر فايلر اعتقد هو مدي بكره اجازه، ان هيبقى في تدريب شاق وبرنامج شاق جدا في الامارات. انت هتسافر الاثنين، اعتقد اكيد هيبقى في تمرين الاثنين الثلاث والاربع، المباراه الخميس ان شاء الله، فاكيد الاستعداد على قدم وساق للمباراه، وان شاء الله النادي الاهلي يكون جاهز كعادته وفي الميعاد باذن الله والفوز بالبطوله ان شاء الله. كابتن سيد وكابتن سمير هيسافروا امتى؟ هيسافروا بكره ان شاء الله، هيسبقوا الفريق علشان برضه يتاكدوا. طبعا احنا عارفين يعني الحفاوه والاستقبال والتنظيم الاكثر من رائع من دوله الامارات، ولكن برضه عشان يبقى الجهاز الفني مطمئن واللاعبين يروحوا، يبقى الاماكن موجوده في كل حاجه معمول لها تاكيد، ملاعب التدريب، الاقامه، وسائل الانتقال، كل حاجه الفريق هيبقى محتاجها ان شاء الله تبقى تماما جاهزه قبل سفر الفريق ووصول الفريق ان شاء الله يوم الاثنين لدوله الامارات ان شاء الله. زميلي محمد توفيق مراسل النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. الكاف